صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا اليوم على شاشة الام تي في. اليوم السبت 20 حزيران 2015، وقلبي على كل يلي عم بيحضروا لعرسهم اليوم، لأنه كانت طايفة بالليل وحتى على بكرة أنا وجاي على الطريق. بس أنا أكيدة أنه بلشت تطلع الشمس وكل شيء رح يكون بجنن، ونحن منعرف أنه لما بتطلع الشمس من بعد الشتاء بيكون الطقس بيطير العقل وبيكون في برود كتير. تحية لسالية اللي رح أحضر عرسها اليوم. وعلى سيرة الأعراس طبعاً وبقرب عيد الأب، بدي وجه تحية لكل الآباء يلي عم بيزوجوا بناتهم اليوم، ونحن بنعرف كتير منيح أنه هيدا الشيء من أصعب يمكن اللي بيمر فيه الأب، مع الرغم أو بالرغم من كل قوته. هالآباء يلي بيكونوا عاملين إنجازات، يلي بيكونوا أبطال، يلي بيكونوا مربيين أولادهم وعطلانين همهم كل الوقت، اليوم يمكن هو أكثر نهار اللي بيعتلوا فيه هم أولادهم. فبدي أقول لهم تحية كتير كبيرة، وتحية كتير كبيرة لوالد كان رجل إطفاء، والد كان بطل من الأبطال، كان من يلي بيقولوا لهم الأبضيات، ولكن اليوم جسمه ما بقى يحمله لسبب صحي معين. بدي أقول لك عمو توني تحية كتير كبيرة لإلك، وأنت بعدك بطل، بعدك بطل لأنه قلبك هو القوي. صباح الخير ستيف، كيفك اليوم؟ كيفك أنت؟ أنا كتير منيحة، وهيك الطقس ما عم بفهمه أبداً. هلا رح تعطينا أنت اليوم أكثر التفاصيل. أنا بحب هيدا الطقس يعني من وقت لوقت، لانه الغبره يلي على الشجر وهيك بيروحوا، عرفتي انه بتحسي الهواء نقي اكثر، لانه انا بيتي شوي عالي. انا كمان بس كان جليد الصبح على فكره. بس كثير حلو الطقس يعني. بعد عنا شهرين صيفيه قويه، وبنهارات في شوب يعني حلو اذا شوي عشيه بوردنا. بس ما قلنا بالعاده يعني، ما قلنا بالعاده تقلبات بشهر حزيران ستار. يعني ما بقى عم نعرف، ما بقى عم نفهم الطقس ولا بالشتويه ولا بالصيفيه، ما عم نفهم شيء، ما عم نفهم شيء. ستيف انا وياك اليوم عنا فقره اب تو ديت، وانت عندي فقره. تحيه لكل الاباء كمان، بضم صوتي لصوتك، وبحيي بيي وبيك وكل بيي. انا رح عيده بالاخر هلا، جاي دوره، جاي دوره. ولا كمان زوجك، ثانك يو لزوجك كمان، ميرسي كثير. ولكل الاباء يلي بيشتغلوا وبيشقوا وبيربوا كمان، يعني ما الحياه مش هينه، وفي اباء كمان هن بيربوا الاولاد لسبب معين. تحيه كثير كبيره للكل. صحيح، نحن مش رح نقدر نشوفهم بكره، رح نعيدهم exactly. من اليوم. سيف في فقرات كثير كمان، في لفيت دو لاميوزيك، واول نهار من الصيفيه عجقه عجقه علينا. مثل عيد الام والربيع وعيد الطفل exactly. وكلهم مع بعض exactly. هلا بعد شوي رح اكون معك باب تو ديت. كمان عندنا نيتشر اليوم، واليوم استثنائيا الشيف شارل عزار رح يكون معي، بدنا نحضر شيء حلو كثير طيب لرمضان. وكمان عندنا بيتس يعني الفقرات منوعة على فكرة. نهار السبت صح. بيكون كثير وهيك مسلي كثير لكل المشاهدين. ونحن مثل العادة مين في هون؟ هيبا دائما بتفوتي على السكت. بتكونوا هيك مشغولين ومتخدين بال صباح الخير بالانترو، انا بشوفك بتظنطي هيك بتسلحي بوقف هيك كل على السكت. هاي هبة، هاي كيفك؟ منيحة. وانتم اليوم كمان هيك ببلش الويك اند بالرقصة. نعم. اليوم رح نعمل زومبا ورح جرب شوي على الخفيف، يعني انا مثل ما دائما عم جرب اعمل يعني معهم، رح شوف قد ايه. مثل ما دائما بنوصيكي حنتبع شوي 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 على قررتي الاسم؟ بس بعده سيربريز، بعده سيربريز. اوكي، نعم نشوفك بعد شوي. هبه بنبلش نهارنا بتقرير اليوم، ومكملين من اهمج وكيف التحضيرات لموسم الصيف باهمج. نحن بنعرف انه في مهرجان اهمج يلي صار بالفعل كثير معروف، فخلينا نشوف كيف عم بحضروا له. أول
اول شيء مناخ اهمج مثل كافه الضيعه اللبنانيه، هيدا المناخ الحلو، بالاضافه لعلاقه اهل الضيعه ببعضهم وعلاقتهم مع اذا فينا نسميه الغريب، يعني حدا الشخص يلي هو من برات الضيعه، هيدا اكيد بيميزنا مثل كافه الضيعه اللبنانيه. طبعا شهر اب كله بيكون باهمج احتفالات ومهرجانات ان كان دينيه او ثقافيه او رياضيه او فنيه، فعيد السيده بيكون في مهرجان، هيدا فينا نقول عنه مهرجان قروي. وكمان الحلو انه خلال المهرجان كل الناس صار هيدا الوقت بيحجزوه ليقدروا يجوا على اهمج بايب، يعني كل الناس المهاجرين اللي عايشين برا لبنان من قبل بيكونوا عارفين الدات بيحجزوا ليكونوا موجودين معنا. والشيء الحلو انه بنشوف كل اهالي الضيعه عم بيشاركوا معنا، يعني من خلال التنظيم لجنه الاستقبال بيكون في 70 كيوسك، هيدا محصور باهالي اهمج بياخذوا هنا الكيوسكات بيعرضوا فيها منتجاتهم، وبنهايته السنه ب 2021 22 23 اب عندنا مهرجان اهمج السياحي يلي صار للسنه الخامسه. طبعا بلشت تحضروا البرامج الرمضانيه على شاشه الام تي في، البرامج اللي دغري ظهرت قد ايه عم تنحضر وقد ايه ريتنج قوي، لانه هي برامج بترضي اذواق الجميع، من برامج العاب لبرامج مقالب مثل هبوط اضطراري. انا اذا عملت في دارب هيك لا مش معقول، وانا كلوستروفوب يعني فوق الدكه ما ماشي. لا احلى شيء اخر شيء لما بزقفوا لا بزقفوا بقبروا بتبلش بنشوف الوجه الاخر. ما بعرف شو بعمل، ما بعرف شو بعمل، لانه شيء كثير بخوف يعني صراحه، مش شيء هين يعني، بس معدوم انه مقلب ما بيضر حدا الا بشويه خوف. كل شيء بتخوفي وبتاذي الغير ما بحب، لانه انت مسالمه. ما هيك ما بعرف عن جد لحقتي يعني ما بحب حدا يعمل فيي هيك شيء، انا ما بحب اضربه صراحه ابدا. لح ذكر ببرامج الام تي في، وطبعا بلشنا نحضر المسلسلات كمان كل يوم على الساعه 6 المساء هبوط اضطراري اللي بعدنا بيصيرته انا وستيفاني، ومن بعده على الساعه 7 الا ربع الدراما السوريه الغربال بالجزء الثاني، تطورات كثيره وشيقه رح بتكون بها المسلسل، جريمه قتل، صراع بين رجال حاره شاميه قديمه، وهو من بطوله بسام كوسا، عباس النوري، أمل عرفة، ميار أنوري، ونادين خوري. 24 إيرات بلش حلو كتير ورني. عم بحضره بهيك؟ إيه بلشت أحضره تنقدر نشوف عن شو القصة ورانا القطة من الأول. كتير حبيت، متكامل ستيفاني العمل، ان كان من ناحيه طبعا الكاست يلي بالغنى انه نحكي عنهم، من ناحيه الاخراج، من ناحيه السكريبت السيناريو، كثير مودرن يعني كثير حلو، منحس كانه عن جد يعني عم هلا عم نعيش بالحياه. طبعا نجومه كثير كتار، الممثل السوري عابد فهد، الممثلتين اللبنانيتين سيرين عبد النور وماجي بوغصن، بيحكي قصه رجل اعمال بيعيش قصه حب مميزه مع زوجته، ولكن رح ينغرم بامرأة أخرى بعد فقدان ذكرته، لأنه تعرض لحادث وهالحادث كان مدبر، بما أنه هو رجل أعمال كتير كبير، وطبعاً طبعاً بثروته صار فيها الحادث، انخطف هو ابنه وافتكروا أنه هو توفى، وبعده البحث جاري عن الابن يلي عم بيصير فيه هيك نوع من استفزاز وطلب فدية لحتى يرجعوه. مؤثر جداً، أحداث سريعة كتير عم نشوفها، ورح كمان كامل نشوفها ب 24 إيرات كل يوم بعد الأخبار. ساعة 10 إلا تلت مسلسل ألف ليلة وليلة يلي فصلناه من يومين، وهالمسلسل يلي مقتبس من هالقصة أو هيك الأحداث اللي منعرفها بقصص ألف ليلة وليلة شهرزاد وشهريار، إنما بتقنيات جديدة ومتطورة. هالمسلسل من بطولة نيكول سيبا، شريف منير، أمير كرارة، أسر ياسين، نسرين طافش، إيهاب فهمي،
نهال عنبر وناصر سيف الدين يلي رح بيكون دايما في قصص داخل القصص. وبتختتم الفترة الرمضانية أو الليلة الرمضانية كل ليلة ببرنامج حواري بيقدمه الإعلاميين وسام بريدي وميساء مغربي بعنوان ريتينج رمضان. واليوم رح بيكون عنا مداخلة على التليفون مع وسام بريدي لحتى ناخد هيك شوية تفاصيل الكواليس، دايما بنحب هيك نفوت نحن بالكواليس. وهل امبارح كان في فيفي عبده ما معقول شو مخطومة ايه بتضحك اكسكيوز مي شو بتقول صارت تقلهم ياهن بالاغلي على كل حال فيهم يرجعوا يحضروا كل شيء. نحن رح نشوفك بعد المقتطفات اليوم. وهالبرنامج هو مع لجنه سريه رح بيجربوا يعملوا ريتنج لكل المسلسلات الرمضانيه، ورح بيكون في نجوم الممثلين وايضا مخرجين وقائمين على هالاعمال الرمضانيه يلي عم نتبعها. جريت هولهم. ام ولدت اربع بنات بحاله نادره، انجبت السيده رامونا مخايل اسطنبولي زوجة ريمون رامح شبلي اربع اطفال بنات يوم الثلاثاء 16 حزيران 2015. السيده رامونا بحديث الى موقع لبنان ديبيت اوضحت انه التوأم منفصلين ومش توائم متطابقة، وهي يعني ما خدعت صح وما خدعت إلى أي عملية تلقيح اصطناعي أو إذا بدكم بيبي إن فيترو أو لا لأي علاج آخر، وهي عندها ديجا صبي وهلأ صار عندها أربع بنات، وهي بتعرف انه عندها مسؤوليات كثيرة كبيرة لتربيتهم، ولكن هي مبسوطة كثير انه الاولاد خلقوا بصحة جيدة وما عايزوا الكوفز. الف مبروك. الف مبروك. يعني مع انه رح بتكون صعب كثير انه صح. يكبروا الله يخليهم ان شاء الله يكون عندها ناس يقدروا يساعدوها، لانه واحد بيوعى واحد بياكل واحد بينام واحدة يعني فرد مرة صح شو حلو شو حلو صح فرد مرة. الف الف مبروك وحمد لله على خلاصك. أوضحت مصادر قيادية بالحزب التقدمي الاشتراكي أنه في سلسلة من الاتصالات قام فيها رئيس الحزب نايب وليد جنبلاط أو بشكل مباشر أو عبر مبعوثيه للدول والقوى الإقليمية المؤثرة والفعالة بسوريا مع فصائل المعارضة السورية لتطويق ذيول حادثة البلوزة وبناء تفاهمات حول كيفية التعاطي بالمستقبل مع الوضع الدرزي إن كان بإدلب أو بالجنوب السوري. النتائج كانت إيجابية ومكملة طبعا، والمحادثات والاتصالات لتحييد السويداء أثمرت أجواء راحة، وهيك بهالظروف يلي مرقوا فيها الأسبوع الماضي كان في بعض هيك التنفيس مثل ما بيقولوا لهالوضع هيدا. وبسياق مرتبط كمان شهدت الزيارة الرسمية اللي قام فيها رئيس الحكومة تمام سلام إلى القاهرة قرار إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بعد 5 سنين من الانقطاع، وبيبقى هالمعطى بالغ الأهمية والدليل على مستوى الأبعاد الإقليمية للمحادثات، وهو اللي بيّن واضح بالنصيحة يلي عطاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لللبنانيين، وقال لهم خلال هاللقاء الموسع مع الرئيس تمام سلام والوفد طبعا اللي بيرافقه، تحسبوا من تطورات دراماتيكية يمكن تصير بشكل مفاجئ على الوضع السوري، حصنوا حالكم وتحضروا للحظة سقوط الأسد. قد ايه مزبوط ما بنعرف. لكن بنتقل انا لخبر ثاني هيك بالمناطق واجواء الرمضانيه الاحتفاليه طبعا بلشت هيك هالاجواء يلي دائما هي اجواء فرح، اجواء عائله، اجواء هيك محبه، وبنرجع فيها بنجتمع مع بعض بيرجع الانسان بيساعد وبيكون في اعمال خيريه وزكاه كثير كبيره. توجه مفتي الجمهوريه الشيخ عبد اللطيف دريان بكلمه للبنانيين وذكرهم هيك بطريقته أنه الأوطان بتبنى بالتفاهم والتلاقي والحوار، وقال أنه يلي عم نشوفه بلبنان حاليا هو بقمة الخطورة. وبالمقابل شهدت منطقة فيردان قرية رمضانية برعاية دار الفتوى رح بتكون عم تهتم بتقديم الوجبات للمحتاجين من الجنسيات كلها وتحديدا اللاجئين السوريين.
ورح بيكون في كل يعني الفستان هيك او المايده الرمضانيه موجوده من طعام من حلويات من فواكه لكل الاشخاص عن جد اللي هيك محتاجين واللي مش قادرين يمكن يحسوا بأجواء رمضان. ومن بيروت للبقاع والجنوب وأقليم خروب والضاحية الجنوبية والشمال ومختلف المناطق وصولاً لعكار وين هيك الأجواء الاحتفالية معودين عليها بعكار دايماً كان في مسيرات هيك بالطرقات لحتى يهللوا ويستقبلوا الشهر الفضيل. قد ايه حلو؟ حلو كثير حلو عن جد. يعني الاجواء اهم شيء، الاجواء كمان يلي بنعيش فيها تننسى همومنا 100%. واهم شيء الاجراءات الامنيه يلي عم تكون بالفعل هيك مواكبه هالاحتفالات لحتى ما يصير في ولا اي اشكال. رمضان كريم اكيد على الجميع. على الجميع. خبريه بشعه كثير بشعه مشاهدينا، توفى الطفل منير مازن حزيني ابن الخمس سنوات يلي كان اصيب برصاص تشييع احد عناصر حزب الله الاسبوع الماضي وكان موقع لبنان ديبيت. نشر قصة الطفل يلي هرب من بطش المجازر بسوريا ولكنه اجا مع اهله الى مخيم شتيلة ببيروت، ولكن كانت الفاجعة لاهله ولاله. يعني الله يرحمه الله يصبركم عن جد. ولك كيف يعني هرب من سوريا، يعني الواحد هيدا سلاح ثاني. صح. سيف عنا صورة لليوم، عنا صورة اليوم، صورة اليوم من هياكل مدينة الشمس بعلبك. واو، مأخوذة بطريقة بتطير العقل هالصورة. صح. وأكيد منذكر المشاهدين أنهم مكملين السبت بكوكينج بخلال شهر رمضان، والأفضل أنه تكون الوصفات رمضانية أكيد. وكل نهار تنين مع ميك أوفر لحتى لي هيك يغيروا اللوك، ياخذوا نصائح جديدة مع ريتا لما. والكوت والكوت اوف ذا داي، ليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا فيها شيئا نناضل من أجله. حلوة. حلوة. ونحن بكل شهر رمضان كمان رح نتعرف على منطقة هيك من المناطق الإسلامية المعروفة. اليوم منطقتنا هي الإسكندرية، الإسكندرية اللي كثير من الناس بيعرفوها والأغاني وكل هالأمور هيدي، لأبا عروس البحر، عروس البحر الأبيض المتوسط، وهي تعتبر العاصمة الثانية لمصر لأنه كانت عاصمتها قديما. بتوقع على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 70 كيلومتر شمال غرب دلتا النيل. وبدا العمل على انشاء الاسكندريه على يد الاسكندر الاكبر، من شان هيك سميت بالاسكندريه سنه 332 قبل المسيح، عن طريق ردم جزء من المياه بيفصل بين الجزيره والقريه، وطلعت الاسكندريه. انشهرت من خلال عديد من المعالم اللي عم نشوفهم هون، مناره الاسكندريه واللي اعتبرت من عجائب الدنيا السبعه. شو السؤال اليوم؟ انت ما كانت أهم معالم الإسكندرية؟ لا معقول، قد ايه سهل اليوم، يعني قد ايه نحن بدنا انه المشاهدين يربحوا ويتصلوا فينا باخر الحلقه. اكيد رح تعطي اسم الرابح او الرابحه. واليوم شو بيربحوا معنا رانيا؟ اليوم بيربحوا معنا من أنطوان صليبا وورلد جولوري، وأيضا بيربحوا عشا ببلاك روك ستيك هاوس بمرم خايل. لكن بتتصلوا فينا خلال النهار أو تحت الهواء أو ناخد كمان اتصالات. 4-4-4-4-4-4 والطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال، ودون تعديل يذكر في الساحل. نتوقع تساقط رزاز على الجبال صباحا، بس على الجبال صباحا خلصنا. خاصة بالمناطق الشمالية وفي شوي ضباب على المرتفعات، بس على الساحل ماشي الحال. على الساحل ماشي الحال. الله يوفق كل اللي بدهم يتجوزوا اليوم. رح ناخذ وقفه مع اوتو فوكس وبنرجع لام تي في.